احنا في الصراحه احنا دابا في نكسه ماليه ونكسه نفسيه. علاش؟ لان هذا القرار الظالم ديال اللجنه العلميه اللي كيتراسها رئيس الحكومه حكمت علينا بقرار جائر، حيت اتهمتنا بالدرجه الاولى بلي احنا هما السبب في تزايد الحالات، ومع ذلك احنا ما جالسين من الخدمه ومع ذلك الحالات كتزايد. اذا رئيس الحكومه انتم هذا القرار ظالم، كون كنا احنا السبب ما غتلقاش التزايد المهول في هذه الحالات. لذا نناشدكم باش تراجعوا القرارات ديالكم، راكم حكمتوا على واحد الفئه في الشعب بالفقر وبالتجويع، وهذا الشيء ما كيرضيش الله. احنا حنا ولاد الشعب وكنستحقوا العيش بكرامه. علاش حنا من دون الناس غادي توقفونا؟ علاش؟ اشنو السبب؟ اعطينا، الا وقفتينا اعطينا البديل. انت حكمتي علينا ب ب ب ب بالفقر وب ما 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 عرفتش اش غنقول لك، راه بزاف هذا الشيء سعاده رئيس الحكومه، لان هذا الشيء عندك راه فات القياس بزاف. ومن هذا المنبر كنناشدوا صاحب الجلاله نصره الله، هو اللي غيلتفت الحال ديالنا، وكنناشدوا البرلمانيين اللي عندهم غيره على الوطن وعندهم نزاهه باش يلتفتوا لينا ويدافعوا علينا في قبه البرلمان، حيت هذا الشيء راه خارج على السيطره ديالنا وفوق الجهد ديالنا. هذا القرار اللي عطاونا هذا والله ما فهمنا بالله. دوخوا حنا دايخين وزادوا دوخونا، كملوا بينا اللي بقى، ما عرفناش علاش زعما كنا اختارونا حنا من دول القطاعات كاع كاملين، ما عرفناش علاش. واش هكا يدوخ العثماني كنبانوا لي حنا؟ ما عرفناش. كاين عاد كيفيق كيحلم بينا كيجي عندنا، ما فهمناش علاش. ما عطانا حتى شي جواب واحد، وشحال من رساله راسلنا، شحال من حتى من صحفيين مساكن تيجيو تيقلتو مع تعطيوه السؤال على هذا القطاع ما تيجاوبهمش، تيدور تيبدا يضحك تيجاوبهم بشي تفاهه ديال الضحك وصافي، وكيتملص من الجواب وكيمشي بحاله. تيقول لك حنا بعد التوصيات وبعد قرار، انت شكون يوصاك؟ بغينا نعرفوا شكون يوصاه، مع من تيهضر، شكون اللي تيقول ليه هاد القرارات اللي تيقول؟ عايقول علينا شي اللي جا اللي قال لك موصياه تيخرج تيقول لنا حنا هاد الهضره، راه كيضحك علينا، كيتفلى علينا. حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غنقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل. ما يمكنش تطلب منا حنا بوحدنا قطاع بوحدو نضحيو، ماشي غير بوحدنا اللي مغاربه في هذا المغرب. الخسائر كبيره، ان مقاوله كلشي كيعرف ان مقاوله توقف لمده سنه ونصف بدون دعم بدون مواكبه بدون حتى شي حاجه، راه كيكون خسائر كبيره. لان نعطيك غير مثال، مثلا قاعه الافراح اللي كارين الكره ديالهم مثلا كاين 10 المليون 5 المليون 3، كل واحد على حسب السمعه على حسب الموقع. هاد التراكمات ديال سنه ونصف ديال هاد الكره، الا قلنا مثلا غير الا درنا 16 شهر 10 المليون، راه 160 مليون ديال الكره تجمعات. كنعرفوا ان من القانون ما حماناش في هاد القضيه هذه، لان هاد المسؤولين اليوم اللي خرجونا قرارات يشوفوا قرارات ولا مسائل مقترحات مشروع قانون اللي غيحمينا حمايه قانونيه في الواجبات الكرائيه ابسط شيء، لان ما تحميناش. وكاين الاحكام بالاداء، اليوم كاينين الناس معنا عندهم قاعات تحكم عليهم بالاداء، يا اما غيادي وحنا كنعرفوا اللي ما اديتش شنو تابعوا. اذا ملي كنهضروا على 160 مليون في ظرف سنه ونصف، شحال غتكون انت اصلا موفر وشحال جامع وهذا المقاول ديالك شحال كتدخل اصلا؟ عندنا من غير هذا الشيء الخسائر ديال الارباح، هذيك دوك التراكمات، هنا التراكمات عندنا الناس دي سالاري اللي بقاو معنا، لان قاعه على الاقل كيبقى فيها عساس بالنهار وعساس بالليل، مضطر انك تخلصوا من غير المصاريف ديالنا حنايا، السكن، المصاريف ديال وليداتنا، بزاف الحوايج. يعني خسائر باهظه، كاين اموال طائله اللي تجمعت علينا كتراكمات من غير الخسائر اللي كان مثلا ممكن اننا نربحوها وما ربحناهاش. من بعد هاد الفترة ديال التوقف قلنا ماشي مشكل، حنا البلاد كاملة مرات من واحد المرحلة صعيبة، اضطرينا أننا نضحي وقلنا ماشي مشكل غنتحملوا هذيك الخسائر وغنعاودوا نوقفوا على رجلينا. مني جا قرار ديال العودة مشينا تسلفنا مرة أخرى، ومشينا تسلفنا مع صحابنا ومن عند حبابنا، لأن الأبناك ما عقلاتش علينا وما دارتش لنا واحد القروض بنكية تفضيلية ولا بنسب منخفضة، ومشينا تسلفنا مع صحابنا عاوتاني، وعطينا كاين اللي عطى شيكات كاين اللي عطى تريطات باش خدا ماتريال صلح عاوتاني القاعات ديالو، عاودنا غرقنا راسنا بهذا المفهوم. فاذا به من بعد شهر باقي ما وقفناش على رجلينا، باقي ما عندنا 0.5 ديال الخسائر، عاوتاني كتعصف فينا لما هو أسوأ، لانه من بعد الفتره الاولى تقبلناها الفتره الثانيه عاودنا غرقنا، لان اليوم كل نصف ديال هاد الناس او اكثر مصير ديالهم مهدد، المقاولات ديالهم مهدد بالافلاس ومهددين تما بالسجون، لانهم ما يقدروش يخلصوا الكريدي اللي عندهم، ما يقدروش يخلصوا الشيكات، اذا مهددين بالسجون. هذا الشيء اللي كيضرنا، ماشي كيضرنا ان كما كيقولوا المواطن حنا باغيين نخدموا الاعراس ولا فرح، حنا ماشي هذا المشكله، اكبر من هذا الشيء. مشكل مقاولات، مشكل الناس مهدده بافلاس، الناس ما عندهاش تاكل، الناس غدا منين غتجيب القوت ديالها اليومي، الناس كيفاش غتغطي الخسائر ديالها؟ هذا الشيء هو المشكل اللي بغينا نوصلوه للمسؤولين والمواطنين يفهموه معنا، والسلام عليكم.